اهلا وسهلا بحضراتكم مره اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، كريم سعيد واحمد ثابت، كل اسبوع يبقوا معانا علشان نتكلم اكتر فنيا، ولكن عايزين نعرف برضو رايهم فيما حدث النهارده وبيان النادي الاهلي وثمان قرارات اتخذها النادي الاهلي بعد اجتماع مجلس ادارته. ازيك كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ الحمد لله. كريم، اعرف الاول وجهه نظرك في القرارات اللي اتخذها النادي الاهلي. طبعا احنا بنتكلم يا كابتن اسلام على ازمه بتواجه النادي الاهلي، ربما يعني المره الاولى في تاريخ بطولات دوري ابطال افريقيا ما مرناش بالازمه دي قبل كده، وهذا التضارب الكبير والكتير قوي من الاتحاد الافريقي. بشوف اهم نقطتين في بيان النادي الاهلي في وجهه نظري: نفي تماما اي مساحه عندنا للانسحاب، ده امر مهم جدا نقف عنده، ان كان في يعني كلام كتير، وجود طبعا كل الاحترام لاي حد يقول وجهه نظره، اي حد يقول وجهه نظره اكيد طبعا ده شيء محترم ومن حق اي حد وجهه نظره. لكن انا بشوف ان لغه النادي الاهلي عبر يعني عبر التاريخ، ما احنا ما بننسحبش من المواجهات، ربما في بعض الظروف النادي الاهلي لجا الى تجميد مشاركته في بطولات افريقيا في منتصف التسعينات لاسباب ما، وكل زمن له طريقته. لكن في الوقت الحالي انا رافض تماما حتى ان احنا نخوض في كلمه انسحاب، والحمد لله بيان النادي الاهلي اكد ده، وانا كنت بتكلم في الامر ده بقالي 3 4 ايام على السوشيال ميديا. النقطه الثانيه اللي عجبتني قوي موضوع المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراه، وده يؤكد رياده النادي الاهلي. النادي الاهلي في الامر ده ما بصش لان انا عايز يعني يتقال عليا ان انا عايز اهد الفرح، او انا عايز اهد الليله، او انا عايز اعمل مشكله. بالظبط. لا، انا عايز اصحح. احنا بكل امانه احنا اللاعب الوداد في اي ملعب لو عايزين تلعبوا في ملعب التمرين بتاع الوداد ما عندناش اي مشكله خالص، لو هو الحق ما عندناش مشكله. لو متحدد من اول بطوله دوري ابطال افريقيا ان الفاينل هيتلعب في ملعب مران نادي الوداد المغربي، احنا امين ما عندناش مشكله. لكن احنا بندافع عن الحق، وعشان كده انا عجبني قوي حته المؤتمر الصحفي بعد المباراه، وهنكشف الكواليس كلها وكل ما دار في الايام اللي ما قبل المباراه عشان الامر ده ما يتكررش، لان اكيد دي مش اخر بطوله مظبوط احنا هنلعبها، ولا هو ان شاء الله اخر فاينل هنصعد له. تمام. برضو اعرف رايك يا احمد في بقيه القرارات، وبرضو من اهم القرارات برضو اللي انا حابب ان انا انوه دائما عنها، لانه لجنه اداره الازمه رئاسه الكابتن خطيب وعضويه الاستاذ مصطفى مراد فهمي وكابتن حسام غالي ودكتور سعد الشلبي والاستاذ المستشار القانوني لشركه الكره الاستاذ عمرو شاهين، اعتقد شيء جيد. طبعا عايز تتعلم الاداره، تعلم من النادي الاهلي. دايما اداره النادي الاهلي دايما شوفها في التعامل مع الازمات، مش وقت الافراح وقت لا، شوفها في التعامل مع الازمات. تشكيل طبعا انا اثق طبعا كل الجماهير النادي الاهلي تثق في مجلس اداره النادي الاهلي، وبتثق في اللجنه طبعا اللي تم تعيينها يعني برئاسه طبعا الكابتن محمود الخطيب. انا شايف ان النادي الاهلي تعامل مع الازمه بعقلانيه بدون اندفاع. بشوف كذا نقطه كده. النقطه الاولانيه ان الانسحاب ده كان النادي الاهلي هيدفع ثمنه كتير جدا في السنين، زي ما حصل في 94 لما النادي الاهلي غاب عن البطولات، وبعد كده نادي الزمالك اخذ بطولات، وبدانا في مشكله قضيه نادي القرن دي اللي احنا عمالين بنسمعها في الاعلان الفتره اللي فاتت دي، بسبب ان النادي الاهلي كان اخذ قرار انسحاب في منتصف يعني في فبراير 94. ده النقطة الأولانية. النقطة الثانية اللي البيان برضو أكد عليها إن ده موقف ورد فعل من الكاف وليس من أندية المغرب. كامل الاحترام، النادي الأهلي بيحترم أندية المغرب وشعب المغرب، ولكن ده كان رد فعل من الكاف. الكاف اللي أنا بشوفه إن أي نهائي في العالم وفي أي بطولة بتبقى الفرص 50-50، لكن اللي بيعمله الكاف ده أنت بتزود نسبة الفريق اللي هيقابل النادي الأهلي. ده بسبب الحاجات اللي إحنا بنشوفها، يعني بسبب الحاجات اللي هو بيعملها. يمكن اول مره تحصل يا كابتن اسلام ان للسنه الثالثه على التوالي ملعب بيستضيف نهائي بطوله، ولسه ده ممكن السنه الرابعه كمان. لا، لسه ما اقروش السنه دي الملعب، بس يعني السنه برضو عشان تاكيدا للكلام 2020 في اللي هو النهائي القاضيه ممكن كان ملعب محمد الخامس، تاكيدا للكلام كان موجود يا جماعه في القرعه اللي هي لو كان الرجاء والوداد وصلوا نهائي كان هيتلعب في ملعب محمد الخامس. ولو فرقه من مصر اللي هو مثلا النادي الاهلي ونادي الوداد وصلوا نهائي كان هيتعمل قرعه، والقرعه اتعملت واستاد القاهره كسب. 2021 النادي الاهلي كسب كايزر تشيفز في ملعب محمد الخامس.
السنه دي ان هي برضو في ملعب محمد الخامس. المشكله حتى الاكبر حتى الان مش في ملعب محمد الخامس هو حتى الان بس يعني التوجه هو لسه ما لسه التوجه طبعا بيتقال لكن احنا سمعنا برضو ان قد تكون هناك الرباط هيروح الرباط هيروح الرباط هيروح الرباط علشان يعني عشان الاقوى من كده الحاجه الاقوى من كده ان الملعب الوحيد اللي حصل فيه عقوبات في دور الثمانيه في ماتشين في ماتش الاهلي والرجاء وماتش الوداد وشباب بلوزداد بيدوله يعني بيقترب ان هو يبقى هو في النهائي ملعب محمد الخامس. طب ازاي كل الحاجات دي الكاف بصراحه حاجه برضو زي جنوب افريقيا. انت استبعدت جنوب افريقيا بتقول ان الشروط بتاعتها مش متطابقه. طب ازاي وازاي وجنوب افريقيا بتنظم كاس عالم ازاي بتقول ان نيجيريا اللي هي استبعدتها عشان خاطر ما في الشروط مش متوافقه وبتقول ان نيجيريا هتنظم كونفدراليه. منين الكلام ده؟ الحاجه اللي بعد كده كمان انا مين يضمن للنادي الاهلي نقطه مهمه جدا النهارده لما اروح العب في المغرب مين المسؤول عن تامين المباراه؟ الامن المغربي. طب مين اللي هيديك الكوره؟ ده تفاصيل صغيره. مين اللي هم الاطفال اللي بيعملوا الكوره ده انت هتقعد بقى ساعه مع بالي يدوك الكوره هناك. مين هيضمن لك الكلام ده؟ الحاجه الثانيه الامن المغربي هل يعني الجماهير النهارده الفيزا بتاخد 10 ايام في المغرب وجاي تعلن لي النهايه يوم 30 مين هيضمن الكلام ده كله؟ الجماهير النادي الاهلي. فاهم الكاف اللي بيعمله ده؟ لا الكاف كده ده غير قصه التحكيم. ده اللعبه الكبيره كلها هتبقى في التحكيم باللي بيحصل النهارده بكاري جسامه ونداله والقصه اللي بتحصل دي. ده في حاجه تانية كمان ملاحظها في الفتره الاخيره كل الماتشات الانديه المغربيه في المغرب بيعينوا حكم بيتكلم فرنساوي. انت ملاحظ ده كريم؟ يعني النهارده الحكم ده بيتكلم فرنساوي عشان اللغه. انت هتروح تجيب لي حكم بيتكلم فرنساوي عشان الناس المغاربه او فرقه الوداد بتتكلم مغربي واحنا ما بنتكلمش فرنساوي؟ يعني بيتكلموا فرنساوي واحنا ما بنتكلمش فرنساوي؟ النقط دي كلها النقط دي كلها مهمه جدا. الكاف واضح ان هو في توجه يعني احنا بنتكلم ده ما فيش مبدا تكافؤ فرص، ما فيش مبدا عداله تماما اللي بيحصل مع النادي الاهلي. بصراحه النادي الاهلي اعلى فريق فنيا في البطوله بدليل ان هو النهائي الثالث على التوالي للنادي الاهلي والخامس في اخر 6 سنين. 3 بطولات بتوصل نهائي، فانت كده بتحط عراقيل قدام النادي الاهلي ان هو ما ياخدش البطوله عشان انت شايف ان هو اعلى فريق. انت مش عارف تجاري النادي الاهلي فنيا فبتحاول ان انت تجيبه على ملعبك، بتحاول ان انت تجيبه جمهور. انا متاكد ان يعني بالاحداث اللي بتحصل دي ان الماتش مش هيبقى فن، مش هيبقى كوره. فانا ايه اللي هيضمن للنادي الاهلي الكلام ده كله؟ على فكره التفاصيل دي يعني ماتش الرجاء اللي حصل في ماتش الرجاء والازايز، مين اللي هيضمن الازايز اللي بتترمي والعقوبات اللي كانت بتحصل والاطفال اللي ما بيجيبوش الكوره في الملعب ويقعدوا لك نص ساعه عشان يرموا لك الكوره؟ ده لو الوداد جاب جون في اول 5 دقايق مش هنلعب كوره خلاص. مين يضمن الكلام ده للنادي الاهلي يا جماعه؟ يعني انا مش عارف هل الكاف هيجاوب على الحاجات دي؟ بس لكن النادي الاهلي تعامل بعقلانيه جدا. حته الانسحاب يا كابتن اسلام ده مش ما ينفعش. الانسحاب النادي الاهلي لو انسحب هتقعد 3-4 سنين مع بال تاخد هتيجي تعوض. لكن انت دلوقتي انت موجود في 5 سنين 5 نهائيات في اخر 6 سنين، فانت كل ده نقط بتتحسب لك ونقط مهمه جدا في تصنيف النادي القرن، فدي مهمه. لكن حته الانسحاب دي ما كانتش تنفع بصراحه. فالنادي الاهلي بيتعامل بعقلانيه بسيط جدا في لجنه اداره الازمه بقياده الكابتن محمود الخطيب والاستاذ ياسين منصور وكابتن حسام غالي والدكتور سعد شلبي مراد فهمي اللي موجود والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي والمدير التنفيذي لشركه الكوره. اعتقد ان الناس دي كلها قامات كبيره، الناس دي كلها اكيد يعني مع المستشار القانوني، الناس دي كلها كابتن خطيب مع الاستاذ مصطفى مراد فهمي وبقيه اللجنه. اعتقد هيبقى استاذ مراد له مصطفى يعني له دور كبير جدا في الاتحاد الافريقي لسنوات طويله جدا جدا. وعمرو شاهين طبعا قعد في الكاف يعني فتره طويله. الاستاذ مصطفى مراد فهمي والاستاذ عمرو شاهين والدكتور سعد شلبي وكابتن حسام غالي والاستشار القانوني لشركه كره القدم طبعا برئاسه الكابتن خطيب. اعتقد ان ده شيء جيد جدا. بص كابتن اسلام احنا مهم جدا احنا ما بنعاديش حد. ليس لنا عداوه مع احد طبعا. والنادي الاهلي فكره انه يروح المحكمه الرياضيه ليس لعداوه. ربما نحتاج بصراحه نحتاج ان احنا نثبت الخصومه مع الكاف عشان نعمل الشق المستعجل، لان الشق المستعجل في المحكمه الرياضيه بيتطلب وجود خصومه ما بين الطرفين وموافقه الطرف الثاني، يعني لازم الكاف يوافق ان في خصومه مع النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يلجا الى الشق المستعجل في القضيه عشان يتحكم فيها بشكل سريع. ولكن احنا فعلا ما عندناش اي عداوه مع حد، احنا بنرسي مبادئ وحقوق عشان بعد كده نمشي عليها. يعني مثلا الكاف هو اللي طلع في 2019 بعد احداث
الترجي والوداد الشهيرة واللي كان يعني كانت فضايح في ملعب المباراة لما رئيس الناديين وقفوا في الملعب مع رئيس الكاف ساعتها أحمد أحمد وقعدوا يعملوا مداولات قدام الكاميرات على لعبة تحكيمية وهننسحب وكان يعني مظهر مؤسف. الكاف مكتب التنفيذي نقطة مهمة بعد المباراة دي طلع قرارات وأي ورقة تطلع من المكتب التنفيذي احنا يعني كانت منشورة النهاردة في يلا كورة أي ورقة تطلع من المكتب التنفيذي للكاف يا كابتن إسلام هي قرارات ملزمة قرارات ملزمة وليست توصيات. اتكتب إيه؟ اتكتب من الدروس اللي اتعلمناها من مباراة الإياب ما بين الترجي والوداد في ملعب رادس هو إقامة النهائي من مباراة واحدة وفي نيوترال جراوند واضحة واضحة باللغة بالإنجليزي لما قال الله يرحمه سعيد صالح بالإنجليزي نيوترال جراوند راجل مكتوبة ومشينا على هذا الأمر لمدة سنتين. تخيل كابتن إسلام الكاف السنة دي كتبوا في البيان الأخير احنا بنفكر نرجع للذهاب والعودة. ده معناه عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا اسف يعني مجموعه من الناس الساذجه قاعده كل ما تجي تصدر لهم مشكله او ازمه يروح قايل لك ايه طب خلاص بلاش دي خلي بالك اللي بيعمله النادي نعمل دي اللي النادي الاهلي بيعمله دلوقتي بيعمل ايه؟ بيقول لهم لا 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 اقفوا اصبروا احنا في واحد اثنين ثلاثه ودي المعايير اللي احنا لازم او ايه المعايير اللي احنا هنمشي عليها الفتره اللي جايه بالظبط قدام عشان نقدر نشتغل عشان احنا اكتر نادي بيصل للمباراه النهائيه اكتر نادي بيصل للمباراه النصف النهائيه اكتر نادي بيصل بعد دوري المجموعات وبالتالي انا اكتر نادي بتظلم صحيح في هذا الامر. لا وكمان القرارات فعلا مستحيل انا ما شفتش اتحاد قاري في العالم بياخد قرار في 2019 وبيرجع ينفيه ويعكسه ويرجع لما قبله في 2022 ده مستحيل. والحاجة التانية الناس بتقول لي يا كريم طب ما خلي بالك ما هو السنة اللي فاتت المباراة لعبت في مركب محمد الخامس والوداد كان مرشح للفاينل لولا ان كايزر تشيفز عمل مفاجأة. يا جماعة افتكروا التواريخ ارجعوا هتلاقوا ان الملعب اتحدد استحالة يكون الملعب اتحدد بعد الفيرست لاج بعد اول مباراة لا 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 ده بعد ده كان متحدد من دور الثمانية مثلا بالظبط من دور الثمانية ما كانش حد واحنا فعلا ما اتضايقناش وكنا عارفين ان احنا عندنا اوبشن ان احنا نلعب الوداد في الفاينل ما زعلناش فعلا ساعتها وما اتقمصناش محدش اتكلم لكن السنه دي احنا بنزعلش وبنتقمص خلي بالك احنا بندور على حقنا انت جاي السنه دي بعد مباراه الذهاب اللي انت عرفت ان الوداد كسب فيها 3-1 وعرفت الاهلي كسب فيها 4-0 واحنا كنا عارفين. طيب هل استاد القاهره كان مرشح قلت لا عشان الاتحاد ما تقدمش؟ طيب ده انت حتى من قواعد يا كابتن اسلام الحياديه من قواعد الحياديه كنت تستبعد الملف المغربي صح مش بقى دلوقتي احمد قال نقطه مهمه تم استبعاد ملاعب جنوب افريقيا عشان مثلا يعني ما فيهاش حنفيات مثلا يعني. طيب كنت تستبعد ملعب المغرب من اجل ارساء الحياديه مبدا العداله ليه؟ لان انت تاخرت صح. تاخر الاعلان عن الملعب بتاع الفاينل دي مسؤوليتك اوكي انتوا كنتوا مشغولين وتاخرتوا بسبب التاخر ده كان لزاما عليك تقول اوكي بصوا يا جماعه احنا معانا ملفين ملف المغرب وملف السنغال للأمانة احنا ما نقدرش ندي المغرب لان دلوقتي ماتش الذهاب في انجولا خلص 3-1 للوداد والوداد اصبح مرشح للفاينل بنسبه تتعدى 70% فلزاما علينا كاتحاد او نستبدله لو انت مش عاجبك السنغال وما عندكش موافقه ايا كان الاسباب اللي عندك قول يا جماعه معانا 5 ايام لو سمحتم تجيبوا لنا فيها بالظبط حد غير الاربع فرق دول بالظبط غير مصر وغير المغرب كان هتبقى الموضوع فيه شفافيه كمان ولكن اللي حصل ومن كل طبعا اللي بيحصل وكمان لما نتكلم فعلا على يعني الفضايح اللي حصلت النهارده في السيمي فاينل بتاع الكونفدراليه وخصوصا في ماتش يعني اهلي طرابلس واورلاندو بايرتس يعني مثلا في نادي البركان البنالتي صح بتاع نادي البركان انا شفته بس فاول من اولها لكن فاول من قبلها فاول من اولها انا شفت البنالتي بس فاول من اولها لكن الطرد فضيحه الولد بيقول له الكوره مش ركنيه عادي جدا نقاش طلع انذار تاني هو معاه انذار فطلع له انذار تاني واداله كارت احمر لا ومش لعبه مش لعبه اللي هي ايه مثلا اقول لك مثلا ايه بتوع مازيمبي بيطلبوا بركله جزاء او ركله جزاء عليهم او راح زعق ولا ضرب ولا بتاع اي حاجه يعني اي حاجه ليها منظر دي ركله ركنيه الراجل بيقول لك بدل ما هي كورنر ضربه مرمى راح ده ما صدق هوب خد امسك طق اطلع بره كانت 1-1 انا بصراحه برضو عايز قبل ما ننتقل الى الشاشه
وده شيء مهم جدا. يعني برضو دخول محمد شريف بالنسبه لي انا بقى عايز اروح لناحيه فنيه شويه، دخول محمد شريف لقائمه الافضل 10 افضل 10 هدافين بعد كابتن خطيب، وبعد رقم واحد كابتن خطيب، رقم اثنين ابو تريكه، رقم ثلاثه عماد متعب، رقم اربعه بقيه اللاعبين اللي موجودين كلهم الحقيقه. لكن دخول شريف، وشريف الحقيقه الماتشين الاخرين تحديدا يا احمد بيجيب اجوان حلوه، مركز وبيجيب اجوان حلوه وصعبه. صح. يعني بقول لك لما تلاقي عندك انت قائمه هدافين فيها نمره واحد كابتن محمود الخطيب، نمره اثنين محمد ابو تريكه، نمره ثلاثه عماد متعب، اعتقد شريف بيدور عايز يجيب اي اهداف الفتره اللي جايه علشان يخش معاه ويوصل لفوق. انا عجبني قوي في محمد شريف ان هو مركز، ان هو حتى بيقعد احتياطي بس بينزل. يعني في مباراته فوكس تيف الذهاب نزل جاب جول. انت نزل ايه 5 دقايق 10 دقايق؟ لا، وكمان لما نيجي كمان نتكلم على الشاشه، ثنائيه تاو وشريف كويسه قوي. اوكي. يعني الاهلي بقى احنا بقينا بنلعب 4-2-2-2 اللي هي 3-2-4-4-2 يعني. فالاثنين واحد بيرسي تاو بينزل يتحرك بين الخطوط بشكل كويس جدا، ومحمد شريف هو اللي بيتحرك في ظهر المدافعين. فبصراحه محمد شريف يستحق التحيه. عايز اوري حضرتك مجموعه من الارقام اللي هي الممتازه. نعرض بس الابرز يا جماعه في دوري ابطال افريقيا السنه دي، في بعض الارقام اللي هتكون مفاجاه لبعض الناس. أوكي. ان هي لبعض اللعيبه. بص الارقام الممتازه اللي بتوضح ابرز اللاعبين للنادي الاهلي السنه دي. اول حاجه مين الهداف بتاع في البطوله؟ محمد شريف تاني هدافي زي ما حضرتك بتقول، تاني هداف البطوله السنه دي. السنه دي بعد تيجو اللي هو مهاجم بترو اتليكو. عنده فرصه ان هو لو سجل هدف في النهائي يكون هداف دوري ابطال افريقيا للعام الثاني على التوالي. السنه الثانيه على التوالي. ودي حاجه كويسه جدا. بيرسي تاو اكتر لاعب صنع اهداف في البطوله، 5 اسيست. الناس اللي بتقول لك تاو النادي الاهلي اشترى ترماي واشترى مش عارف ايه، يبقى يبصوا على الارقام دي. بيرسي تاو اكتر لاعب ساهم في اهداف في البطوله، النادي بيرسي تاو مسجل 5، مسجل 3 وصانع 5. ايوه. عامل مساهم في 8 اهداف، اكتر لاعب في البطوله كلها. ايوه. تعالى بقى بص على الارقام. احمد عبد القادر تاني اكتر لاعب عامل مراوغات ناجحه في البطوله، احمد عبد القادر. ايوه. 21 مراوغه ناجحه. علي معلول اكتر لاعب صانع فرص في البطوله كلها، 22 فرصه. رقم بعد كده علي معلول تاني اكتر لاعب تمريرات صحيحه في البطوله، 474. ياسر ابراهيم رابع اكتر لاعب تمريرات صحيحه في البطوله، 453. وده التطور اللي بيقدمه ياسر ابراهيم. كانوا بيقول لك كورته مش حلوه مش عارف ايه، النهارده ياسر ابراهيم رابع اكتر لاعب عامل تمريرات صحيحه في البطوله. رقم كويس جدا. ياسر ابراهيم سادس اكتر لاعب عامل انترسبشن، تدخلات دفاعيه في البطوله، 18 انترسبشن. نيجي بعد كده لاحمد عبد القادر الرقم المفاجاه، ثالث اكتر لاعب فاز بالتحامات ثنائيه في البطوله، التحامات ثنائيه 54 التحام ثنائي. فالارقام بتاكد ان محمد شريف هو الهداف، بيرسي تاو هو الاكثر اسيست، احمد عبد الهادر هو احرف لعيب في النادي الاهلي وهو كمان اللي بيفوز بالالتحامات، وان هو عنده قدرات دفاعيه كبيره. علي معلول كالعاده مصدر صناعه الفرص الارقام، وياسر ابراهيم بيقدم تطور ممتاز مع النادي الاهلي السنه دي. طيب هنكمل كلامنا ولكن على الشاشه، نطلع فاصل وبعد الفاصل بقى نتكلم اكتر فنيا عن النادي الاهلي وارقام لعيبه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ما تنسوش ان بكره ان شاء الله على شاشه قناه النادي الاهلي عندنا 2 نهائي، نهائي دوري في كره الطائره رجال، نهائي البطوله الافريقيه، هيكون مذاع على الهواء مباشره في تمام الساعه 6، ثم في تمام الساعه 8:30 نهائي ايضا كره السله، نهائي دوري كره السله ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. المباراه النهائيه زي ما حضراتكم عارفين النتيجه في المباراه السابقه ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد 2-2، وبالتالي مباراه غدا ستحدد من سيفوز بالدوري العام في كره السله. نرجع مره ثانيه لكريم سعيد واحمد ثابت هيشرحوا لنا النهارده شويه امور حضراتكم شفتوها او ما شفتوهاش قوي امبارح على النادي الاهلي في مباراته امام وفاق ستيف. اتفضل يا كريم. الشوط الاول كابتن اسلام قدام وفاق ستيف كان في سؤال لازم بيتس موسيماني يجاوب عليه. انت كسبان ماتش الذهاب 4-0 ونتيجه مطمئنه لحد ما، هتعمل ايه في المباراه دي؟ وهل ممكن تعتبرها بروفا لماتش الوداد في الفاينل، خصوصا انت تلعب في مباراه اكيد بره ارضك وكمان وسط جمهور اغلبيته منتمي للوداد؟ فوجئت نظر بيتس موسيماني اجاب علينا بالاجابه الصحيحه لما شفنا النادي الاهلي بيلعب بطريقه
فيها هاي لاين ديفنس وبيضغط نادي وفاق سطيف من نص ملعبه. النادي الاهلي كابتن اسلام في بدايه المباراه خط الدفاع بتاع النادي الاهلي في ساعه الهجوم كان واقف فيما يقرب نص الملعب بتاعنا، حمدي فتحي واليو ديانج والرباعي الامامي اللي عنده لا مركزيه من احمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر. أيوه. نادي الاهلي في بدايه المباراه شفنا ضغط شديد جدا جدا على فاق سطيف من اول دقيقه، للدرجه اللي احنا ضغطنا على حارس المرمى في اول كوره كنا هنخطفها زي ما عملنا مع الوداد في ماتش السيمي فاينل. اللا مركزيه اللي البيتس موسيماني عاملها في الرباعي الامامي، انا فرحت الشوط الاول ده اداني كده مؤشر ان احنا نلعب في اي حته في افريقيا. هو دي المباريات وده الشكل اللي انت فعلا بتقول لاي منافس انا ما عنديش قد مشكله، وزي ما عملنا مع الرجاء في الشوط الاول. الشوط الثاني كان عندنا حسابات اخرى، لكن مهم جدا ان احنا بنلعب بالشكل ده. خط الدفاع بتاعنا واقف زي بالظبط بالظبط بنلعب هنا في استاد السلام او بنلعب في استاد القاهره. النقطه الثانيه عايز اتكلم عليها فيما يخص الرباعي الامامي اللي بيتحرك بشكل اكثر من رائع، وطبعا بيرسي تاو بنتكلم على لاعب نجم مباراتي السيمي فاينل من كل الاوجه، شارك في كل الاهداف السته اللي جبناهم، سواء ان هو جاب هدفين وعمل اسيست في اربع اهداف. اللا مركزيه ببساطه نازله ان بيرسي تاو اول ما بيلاقي احمد عبد القادر منطلق للامام هو اللي بينزل، طاهر محمد طاهر دايما هو وحسين الشحات داخلين بيلعبوا انسايد. في الماتشين دول ما لعبناش خالص على اللاين. الكوره بتاعت الهدف لما نيجي نستعرضها في الصور اللي معانا هنلاقي ان الاربعه دول مع بعض دايما بيلعبوا في العمق، فعاملين قرب مسافات ما بينهم وعاملين قلق شديد جدا للمدافعين اللي بيفتكروا ان كل واحد من الاربعه دول هيبدا يخترق من هيبدا يخترق من، فبيتاخد ذهنهم وبالتالي بنلاقي مساحات كتيره. جبنا هدف بتاع احمد عبد القادر 1-2 وكان بعديها على طول في كوره خدها بيرسي تاو وانفرد بيها بالمرمى لكن شاطها برخي خارج المرمى. وبالتالي بشوف ان اهم نقطه عملناها في الشوط الاول نعم لعبنا بالهاي لاين ديفنس، واللا مركزيه بتستمر معانا للمباراه الثانيه على التوالي. نكمل الجزء الامامي بقى بتاع بيتسو موسيماني امبارح ازاي لعب بيه. هات التشكيله كريم. نعم بس بص يا كابتن اسلام، احنا كنا بالطريقه بتاعت بيتسو موسيماني الجديده اللي هي اربع مدافعين ورا، اتنين ارتكاز كان اليو ديانج وحمدي فتحي، دول الاتنين الارتكاز، حسين الشحات ناحيه اليمين، طاهر ناحيه الشمال، واحمد عبد القادر ناحيه الشمال، وطاهر قدام وبيرسي تاو. خلينا نتكلم على اهم حاجه بيعملها مستر بيتسو موسيماني، هي تحرك الاثنين المهاجمين الموجودين، واحد دايناميك واحد ستاتيك، يعني واحد او يعتبروا الاثنين دايناميك. الاثنين دايناميك يعني ايه؟ يعني طاهر دايما هو لما بينزل مثلا بينزل يتحرك بين الخطوط، بيرسي تاو بيقوم قاطع ايه ما بين الاثنين المساكين، نفس الحركه دي. تعال ناكد الحركه دي ازاي بالكلام بالظبط. هات شريف وتاو بالظبط. خلي بالك هو دايما يعني مش عايزين برضو تفاصيل قوي علشان ايه ما تودوناش في حته يعني يعني خلينا نتكلم يعني بشكل عام لانه التفاصيل يعني دي طرق يعني لعب. طبعا طرق لعب، بس في حركه يعني انا بشوف ان الفتره الجايه ممكن يكون برضو الحل الامثل برضو للنادي الاهلي ثنائيه تاو وشريف، عامله ثنائيه جميله جدا. بص يا كابتن اسلام، تاو بيدافع في الدقيقه حتى في الدوري يعني. حتى في الدوري اوكي، تاو بيدافع في الدقيقه 91 بيعمل الاستخلاص ده والتاكلنج ده وبيضغط على مدافع وفاق ستيف. هنا بقى بص ثانيه واحده اقف، مين اللي بيتحرك ده يا كابتن اسلام؟ ده تاو زي ما بقول، واحد بينزل يتحرك بين الخطوط، الثاني بيقطع ما بين الاثنين المساكين. فالطريقه دي بصراحه محمد شريف احسن واحد بيتحرك في ظهر المساكين، وبيرسي تاو احسن واحد بيتحرك بين الخطوط. عشان كده بشوف لو انت عايز تلعب بالطريقه دي انسب اتنين ليهم، اتنين راس حربه، يبقى بيرسي تاو وشريف. ليه يا كريم؟ بيرسي تاو هو اللي بينزل يسقط، رجع الصوره اللي قبلها كده ثانيه واحده، بيرسي تاو هو اللي بينزل يسقط بين الخطوط، وشريف هو اللي ايه؟ اهو بيرسي تاو هو اللي نازل. هو بيرسي تاو احسن لعيب ده في دوري ابطال افريقيا بيتحرك بين الخطوط احسن، عشان كده موسيماني دايما بيعتمد عليه، بيعرف يسرق المدافعين صح. هنا بيعمل الاسيست شريف، ممسته اصلا شريف ان انت تحطه يتحرك في ظهر المدافعين. هات الصوره اللي بعدها بقى على طول، الهدف ده هدف اللي جه امبارح في مباراه الاياب، تعال نشوف الهدف اللي جه في مباراه الذهاب. نعم. عشان كده انا بستغرب الناس اللي بتطلع تنتقد بيتسو موسيماني امبارح بعد المباراه بصراحه. يا جماعه ده الراجل شغل فني. ما احنا اتفقنا كل ما يحدث مع بيتسو موسيماني هو ان هو ايه؟ كل الناس بتحاول
ان هي تعرقل هذه المسيره سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه. في الدوري ماشي يعني ما بنعرفش، لكن في البطوله الافريقيه على رايك هناك تكتيك واضح جدا بيتلعب، في شغل مدرب يا كابتن، في شغل مدرب واضح جدا وبيتلعب ازاي وبيتعمل ازاي. ده الاول لما كنا بنلعب 4-2-3-1، وبعدين السنه اللي فاتت لعب 3-4-3 لما رجع حمدي فتحي. خلي بالك اللي انت كنت بدايه السنه اللي فاتت الماتش الترجي، بدايه الماتش الترجي في نص النهائي لما بدانا نحط حمدي فتحي ما بين الاثنين المساكين. خلي بالك اللي انتوا كنتوا بتقولوه كمان ده هيتغير الماتش اللي جاي. طبعا وفي الدوري لازم دي ميزه. ايوه في الدوري لا 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 ده لازم. بص بس مش شرط يا كريم، مش شرط. لا انت لو نبي بص اهو، لا والنبي تعالى بقى اختلف معاك. لا 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 مش هخش في الجدل التاني، مش هخش في الجدل التاني. بص بيرسي تاو هنا فين بيتحرك بين الخطوط، محمد شريف بيتحرك ايه بين المساكين، عشان كده بشوف ان الاثنين دول لو بداوا جنب بعض هيعملوا ثنائيه مرعبه. محمد شريف هداف جدا وبدا ياخد الثقه وبدا يسترجع ده هدف الذهاب، كربونه من هدف الاياب نسخه. طب ما هو الاثنين بيتحركوا ازاي؟ واحد بين الخطوط واحد ما بين الاثنين المساكين، عشان كده بشوف ان الثنائيه دي طبعا طاهر لعيب كبير وطاهر ممتاز. كلها فيها ثنائيات، وقفشه والشريف عملوا ثنائيه لفتره طويله ممتازه جدا. النادي الاهلي عنده خيارات كتيره في دوري الابطال تخلي الرجراجي المدير الفني النادي الوداد النهارده بصراحه وقاعد بيذاكر النادي الاهلي عنده تشتيت. هم هيلعبوني هيلعبوا ثلاثه ولا هيلعبوني من جوه. خلي بالك مباراه النهائي كمان مش هتتلعب، مش هيبقى نفس الاسلوب، هيبقى اكيد ليه حذر معين طبعًا او ليه تكتيك. اسلوب النهائيات دايما بتلعب على تفاصيل صغيره وحاجات لا وخلينا برضو النادي الوداد يبقى شايف بالظبط النادي الاهلي يا كابتن اسلام عمل ايه. دي صوره بقول لك من اول ثلاث دقائق في المباراه، اول ثلاث دقائق النادي الاهلي بيلعب خارج ملعبه وبيضغط، عامل ستاره قدام حارس المرمى بيجبره ان هو يلعب الكره الطوليه، لان بيتسو موسيماني عارف ان نادي وفاق الصيف بيلعب فيها كره على الارض، فريق محترم للغايه، حتى في القاهره لما اضطرب منهم لاعب في دقيقه 35 ما زالوا برضه فضلوا يلعبوا كره على الارض. وبصراحه عبد المؤمن جابوا لعيب ممتاز جدا جدا، واحمد القندوسي فعلا قدموا لنا يعني مباريات حلوه قدام. برضه نشوف النادي الاهلي لو في صوره ثانيه معانا اهي، ده هنا في الشكل الدفاعي بقى. النادي الاهلي نشوف في الشق الدفاعي بتاعه 9 لعيبه واقفين وراجعين في نص ملعب النادي الاهلي وقت ما كان وفاق الصيف بيهاجم، وسايبين بس بيرسي تاو واقف قدام عشان الهجمات المرتده. وده يبين لنا قد ايه فعلا الشوط الاول احنا عملناه بامتياز، لعبنا بطريقه تقترب من الطاحونه الهولنديه، كله بيدافع وكله بيهاجم، وبالتالي انا بشوف ان دي امور اكيد هتخلي فريق الوداد عنده تشتيت. هل احنا هنروح عندهم نلعب زون ديفنس ولا نضغطهم؟ هنلعب على الطرف ولا نلعب من العمق؟ دي اكيد امور كتيره النادي الاهلي بيقدر يحققها، ولكن الاكيد مليون في الميه مليون في الميه ان احنا ان شاء الله باذن الله باذن الله يوم الاربع قدام البنك الاهلي اتمنى على المستوى الشخصي نرجع 3-4-3. اعتقد هتخلينا انت ما عندكش 3 ارتكاز، انت عندك السوليه لسه مصاب هيرجع ان شاء الله، عندك حمدي يعني انت يعني ممكن مثلا يبقى في انت تتجه لراي يعني حمدي فتحي. انا شايف ان حمدي محتاج راحه، معلول محتاج راحه، انا شايف ان معلول يعني بقى له ماتشين لسه تحس ان هو مجهد شويه عشان ما يحصلوش مزق. برضه حمدي فتحي في الماتش بتاع امبارح باين ان هو مجهد فانت انت محتاج تعمل روتيشن. كريم عشان فؤاد جه في وقت معاك كان الدنيا كويسه جدا جدا يعني كريم فؤاد عمل معانا مباريات كويسه. بتشوف كلوب مع ليفربول قبل مباراه النهائي برضه عنده نفس المشكله دي، ما هي دي قدر الفرق الكبيره ان ليفربول برضه بينافس على الدوري وعايز ينافس على الدوري فبيقدر ان هو بيريح صلاح شويه بيريح ماني شويه. نفس الفكره انت برضه هنا لازم يعني اكيد البنك الاهلي فريق محترم وطبعا ان شاء الله جداً مهم جداً ان احنا نرجع بانتصار ولكن انا بشوف ان راحت بعض اللعيبه برضه لازم يكون بيتسو موسيماني حاططها في دماغه الفتره الجايه، ان انت واحد زي حمدي فتحي وعلي معلول تحديدا في الفتره الجايه الاثنين دول مجهدين واضح جدا عليهم الاجهاد. تعال نشوف السلبيات بقى، اتكلمنا في ايجابيات كتير، تعال نشوف السلبيات بتاعت النادي الاهلي واهدافه فوق الصيف. اتفضل. بص بدايه الاهداف مشكله 4-2-2 يا كريم ايه اللي هي 4-4-2 اللي بيتسو موسيماني بدا يعتمد عليها هي الزون 14. الهدفين امبارح جايين من منطقه اللي هي المساحه اللي ورا الثنائي الارتكاز حمدي فتحي وديانج، دايما مشكله الطريقه دي كده. طبعا هنا حمدي فتحي اللي بقول لك عليه مجهد. بس خباب كاتش بيندنج اب دي اتقطعت بس من حمدي فتحي. اي بالظبط تمام اتلعبت طبعا ياسر هنا برضو اخطاء طبعا مركبه كل واحد بقى حمدي اتقطعت منه، ياسر كان المفروض يطلع يغطي التسلل يحاول ان يعني يوقع المهاجم في مصيده التسلل اتلعبت في ظهره. بعد كده الغلطه الثالثه ديانج اتاخر في التغطيه وكان في مساحه حوالي 5 متر وما ضغطش فاهم، فهي اخطاء مركبه. ادي ياسر اتلعبت في ظهره
تمام، ديانج برضو اتاخر طبعا، قربوا من مروه من مرمى الشناوي، الشناوي طبعا ايه دخلت هدف، فدي ده خطا واضح جدا ان في اخطاء. كذلك التسديدات يا كابتن اسلام من بره لازم ناخد بالنا، لازم ناخد بالنا منها، لان برضو لعيبه الوداد عندهم ايمن الحسوني بيشوط بشكل كويس، لازم نبدا بقى نركز مع فرقه الوداد في الفتره الجايه والتسديدات اللي من بره. احنا هناخدها خط خط الفتره اللي جايه ان شاء الله، ناخد الدفاع ونص الملعب والهجوم والاحتياطي وكل حاجه، هناخد الوداد وعايزين حلقه على الضربات الثابته بس، وحلقه قوتهم في الضربات الثابته. حلقتين يا عم على الضربات الثابته، ماتش بيترو اتلتيكو والوداد ده يعني اتقال فيه حاجات كتيره، اتقال فيه حاجات كتيره جدا. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات القادمه. انا بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده، شكرا جزيلا كريم سعيد واحمد ثابت، شكرا كالعاده امتعتونا. خلوني بس في النهايه اقول لحضراتكم الثمان قرارات اللي اتخذهم مجلس اداره النادي الاهلي بعد اجتماعه اليوم. التاكيد القاطع على اعتزاز النادي الاهلي بعلاقاته الطيبه مع كل انديه المملكه المغربيه الشقيقه وجماهيرها المحبه لكره القدم، وهي ليست طرفا في الأزمة، وأن موقف النادي المثار حاليا يختص به الاتحاد الإفريقي فقط، عدم بسبب عدم تطبيق مبدأ الحياد عند اتخاذ القرار الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية، والذي صدر متأخرا وجاء غير متسق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والميثاق الأولمبي. ده رقم واحد. رقم اثنين، خذ المباراة النهائية لدوري الأبطال علما بأن النادي لم يتلقى أي مكاتبات من كاف بشأنه حتى الآن. وده اللي انا كنت بقوله لك يا احمد، ان حتى الان لم يصل للنادي اي مكاتبات رسميه باسم الملعب، ويتمسك النادي الاهلي بحقوقه المشروعه في مطالبه الاتحاد الافريقي بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصه باقامه المباراه لضمان الحد الادنى من العداله بين الفريقين المتنافسين، خاصه وان هذه المباراه بمثابه العنوان الرئيسي لاكبر واهم مسابقه في البطوله في القاره الافريقيه. التأكيد على أن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في هذه الأزمة جاء تصعيدا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم عملية التنظيم منذ فترة طويلة قبل أن يطلب النادي في شكواه البت العاجل في أزمة ملعب المباراة النهائية. رقم أربعة، الاستمرار في دعوى النادي أمام المحكمة الرياضية الدولية أيا ما كانت النتائج المرحلة القادمة سلبا أو إيجابا من كافة الجوانب. أيضا لأن الأهلي بتاريخه القاري والعالمي والذي يخوض النهائي الإفريقي للمرة رقم 15 يقوم بدوره ومسؤولياته تجاه قارته التي يعتز بها، ويتطلع لدعم المؤسسات الرياضية في الداخل والخارج لتصحيح ما يحدث وتقديم أداء أفضل لمنظومة الكرة الأفريقية يا رب بخصوص المسابقات والملاعب والتخلص من الأزمات المتكررة. إقامة مؤتمر رقم خمسة، إقامة مؤتمر صحفي عالمي عقب المباراة النهائية للكشف عن كواليس قرار الاتحاد الإفريقي والذي لا يتسق مع قواعد اللعب النظيف، والرد على كل ما جاء في البيانات التي صدرت من كافة الأطراف في هذه الأزمة. رقم ست، تشكيل لجنة إدارة الأزمة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وتضم الأستاذ مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، والكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بالإضافة إلى المستشار القانوني لشركة الأهلي لكرة القدم. التأكيد على الثقة الكبيرة في فريق الكرة ومنظومته بالكامل من جهاز فني وإداري وطبي ولاعبين، وقدرتهم وتقديرهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم. أخيرا رقم 8، اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية ومخاطبة الاتحاد الدولي بخصوص الاستدعاء، حاجة غريبة جدا، الذي تلقاه لاعبو الأهلي المحترفون أمس للانضمام للمنتخبات بلادهم في موعد يتزامن مع بدء الأجندة الدولية يوم 30/5، ويتعارض مع الموعد الذي أعلن عنه كاف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة المباراة النهائية. طبعا ده اللي حصل في بطولة كأس العالم. دي الثمان قرارات اللي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي لمستقبل القادم. زي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله بعد بكرة هيكون في اجتماع لجنة إدارة هذه الأزمة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وعضوية الأستاذ مصطفى مراد فهمي وبقية الأعضاء اللي موجودين فيها، علشان يكملوا متابعة ما سيحدث خلال هذه الأيام. ما تنسوش بكرة عندنا مباراتين مهمين جدا جدا جدا، النهائي الأول نهائي الكرة الطائرة رجال، نادي الأهلي هيكون طرف هذه المباراة النهائية، وهذه المباراة ستنقل حصريا على شاشة قناة النادي الأهلي في تمام الساعة السادسة
ان شاء الله. ثم في تمام الساعه 8:30 مباراه اخرى نهائي كره السله ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري، هيكون مع حضراتكم برضو على شاشه قناه الاهلي على الهواء مباشره. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بكرة وحلقة جديدة من البيتكي.